السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى اغتصي وظن نحظى نشهد رمضان تتصيد بالعلم ثيك جين شهر مبارك خانخ ذي الأمة الإسلامية جمعاء. بالنسبة للإخوان النخي ونغى العمراء ذي رمضان، خصت السنن على أنه العمرة ذي رمضان غسجن الأجر رضوجن الفضل العظيم غال الله سبحانه وتعالى. أمشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعديل حجة غامر حيجي غسل الأجر، وكذلك إن الراوي أو حجة معي، يعني غير يجن حجيق النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقون غال عمره يخصص السن أنما العمالة يكتقمار ذي شهاية نيخ قبر نيخ العمره يخصص لله سبحانه وتعالى، هذا سيري موحد لله غصر الطاعة لله سبحانه وتعالى. غاية والدين عاد ذي قمين ميزي في يوم الله سبحانه وتعالى، هذا حرص ذي يري العمره نسخصون النبي صلى الله عليه وسلم. وخزا ميزي تبدأ العمره لبيك اللهم عمره، ثم تبدأ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية غشنا ولا إله إلا الله. فالإنسان الجبود يحذين ذي تدعى غاوندر النبي صلى الله عليه وسلم، نخذي استغث حد غير الله، نخذي قور نستذي تعظم شنو مرافض نخشحشت من غير الله. فإذا العمر يقوات قد قوات قد لله سبحانه وتعالى. يعني ومجدي بسذي حديث جابر رضي الله عنه، إن فلما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فالتوحيد ذنتذ معنى يعني ذوني تفسر معنى لا إله إلا الله، وكذلك التلبية لبيك اللهم لبيك. فخسن السنن الأعمال نخمار خسن ذيرين لله سبحانه وتعالى.